نعمل كنافة بالماي. هذه الكنافة سيبناها تسيح شوية برا الكاونتر. الحين نقطع الكنافة حتت صغيرة، مش لازم تبقى صغيرة قوي لان هي كده كده هتتفتت بعد ما تنشف بالزبدة. اوكي احنا لسه اهو بنقلب، اتفكت شويه من بعض بس لسه ما احمرتش. هنستمر على كده لغايه لما تحمر وتنشف وتتفتفت خالص من بعض. اوكي وهو كده احمرت وخدنا اللون اللي احنا عايزينه. وتفتفتت وده برضو اللي احنا عايزينه. اوكي دلوقتي نحضر الكريم شانتي، هنطفي على دي طبعا. اوكي دلوقتي انا هستخدم الكريم شانتي او اللي هو الويب كريم، بس الباودر عشان هو ده اللي انا بحبه، مش بحب الهيفي كريم او الويبنج كريم، مش بحبه، بفضل طعم الباودر اكتر. فحطيت الاثنين انفلوبس جايين في العلبه معهم اللبن وهنبدأ. ربط الكريم لغاية لما بقى كده او اللي هو الكريم شانتي لغاية لما وصل للمرحلة دي. اوكي هشيله في التلاجة لحد لما بقى محتاجة ان انا استخدمه. اوكي هنا انا قطعت اتنين مانجا عشان محتاجة عصير احطه على الكنافة وعلى الكريم شانتي، هضربهم لغاية لما يبقى بعدين هصفيه عشان التفل. هنا انا بعد ما ضربت المانجا وهصفيها عشان اخد بس عصير ومش عايز اخد الشعر بتاع المانجا او التفل بتاع المانجا. ودي احسن طريقة وبالتالي دي الطريقة الوحيدة عشان نصفي بيها المانجا، مفيش طريقة تانية. هي هتبقى تقيلة شوية لو عايزة تزودي عليها حبة لبن برضو ممكن. اوكي هنا جبت مانجاية برضو وبقطعها عشان برضو هنحطها. اوكي دلوقتي كل حاجه كملت عندنا، الكنافه اتحمرت، المانجا اتقطعت، كمان عصير المانجا اتعمل والكريم شانتيه اتعمل. في حاجه واحده بس هي اللي ناقصه، ان هو نعمل الجيلي، جيلي مانجا. انا ما لقيتش جيلي مانجا فهعمل جيلي لايك كلير جيلي نو فليفر. اوكي للجيلاتين انا جبت النوع دوت وهو الجيلاتين اللي هو ان فليفرد،
انا هحط 2 envelopes، اول علبة فيها 4، دي كوباية مية على البوتاجاز عشان تسخن، ودي كوباية بس ما بيضة هحط فيها 2 envelopes. لما المية تغلي هحط عليها الجيلاتين ده، وكمان قالي نحط حبة سكر فأنا هحط. نرجع نحط على المية اللي بتغلي، حتى مش مدبتش كويس. نقلب وبعدين نسيب الجل ده يبرد شوية، ما يبردش قوي، مش عايزينه يجمد، هو عايزينه هو لسه سايل كده، نحطه على الكنافة نتأكد نقلب ونشيل من على النار. طفينا. اوكي دلوقتي الوقت بقى جه ان احنا نبني الصينية كلها على بعض. نحط سكر فوق الكنافة، سكر برضه حطي على قد ما تحبي، ملهاش يعني معيار معين، تحطي نص كوباية. نحط معاها حبة من ال عصير اللي احنا عصرناه، حط كمان حبة من العصير على الكريم شانتي. نقلب السكر والعصير والكنافة يتخلطوا كويس جدا. طبعا هي مش على النار دلوقتي، نستغل لما تبرد خالص. ممكن تحط البت كنافة كلها ونساوي وندوس كويس جدا. خالص هنقلب عصير المانجا
maíz. في عندنا برضو حبة عصير زيادة ممكن لو عايزة يبقى طعم مانجا فيها شوية زيادة حبتين. ده لو انت حابة، لو مش حابة مش سيبك مخرج. نفرد الكريم شونتي تحفة ده الصينية. نجيب المانجا اللي احنا مقطعينها ونفردها عليها برضه. الجيلاتين بتاعنا برد، هنبتدي نحط الصينية الجميلة دي. مش لازم نحط السائل كله، هنعمل ايه دلوقتي؟ ناخدها على طول على التلاجة. اوكي هو ده شكلها بعد ما طلعت من التلاجة.